في حلقة سؤال النهارده. سؤال النهارده بيقول ايه هي التغذية السليمة لمرض الكرونز او الكرونز ديزيز؟ ايه هو مرض الكرونز الاول؟ مرض الكرونز ده مرض سمي على العلم اللي هو اكتشفه اللي هو اسمه كرونز. ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن التهابات في الجهاز الهضمي، واكتر عند الامعاء الدقيقة ثم الامعاء الغليظة، وبعد ممكن ساعات عند الاثنين، وصعب بيعمل مشاكل كبيرة جدا ممكن تؤدي للسرطان. وبيبقى اعراضه ايه؟ بيبقى اسهال، بيبقى مغص، بيبقى انتفاخات، بيبقى هزال، بيبقى حساسان، بيبقى مشاكل كتيرة جدا. بتشخص ازاي؟ بتشخص بحاجة اسمها الباليوم بالمنظار. طب التغذية السليمة ايه؟ أول حاجة قبل أربع حاجات مهمين جدا: المسبك والحراق والمسكنات والمنبهات. ممنوع حاجات متوسطة من الدهون النافعة ومن الألياف، وأهتم بالنشويات والبروتين، وحسب ما جسمي محتاج آخد المكملات الغذائية، وطبعا أهتم بالمية والسوائل. شاهدوا الفيديو ده لمرضى كرونز لو عجبكم، وتحياتي لكم، معاكم الدكتور باسم الهابط استشاري الصحة العامة.